السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاقة سلام وطاقة محبة أبعثها لأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة، فضلا وليس أمرا. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناتي، فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله هو كيف تنتقل الطاقة، وكيف نشعر بها، وكيف نستخدمها. فتابعوا معي. فكل واحد منا له القدرة على استخدام الطاقة الكونية، لكن تصرفاتنا هي التي تحدد استخدامنا أو عدم استخدامنا لهذه القدرة. فمنذ آلاف السنين استخدم الروحانيون والنفسانيون الطاقة لتطوير أنفسهم ولشفائها، وأيضا لمساعدة الآخرين على الشفاء. فالناس يشعرون بالطاقة أو بأثر الطاقة يوميا، حتى لو كانوا لا يعلمون عنها شيئا ولم يدرسوها. وعلى سبيل المثال، حتى تتوضح لديكم الفكرة، جرب أن تدخل لغرفة أو مكان حدث فيه جدال أو شجار حاد، وانظر كيف ستشعر. ستحس بالتأكيد بطاقتهم في الهواء، وتشعر بعدم الارتياح في ذلك المكان. مثال آخر، إذا شعرت بالحزن، ادخل لمكان فيه أشخاص سعداء يضحكون ويمرحون، ولاحظ التأثير عليك، فطاقتهم سوف ترفع من طاقتك ومن مزاجك، ومزاجك أيضا سوف يتحسن بالتأكيد. وإذا كنت منجذبا لشخص ما بدون سبب واضح، فهذا معناه أنك منجذب لطاقته، لأن الطاقات المتشابهة تتجاذب بعضها البعض. فكل شيء نلمسه أو كل مكان ندخله نترك فيه طاقة من ورائنا. ومن الشائع أن نشعر بحالة شخص ما، أو نشعر بشعور في غرفة أو في مكان ما، لأن طاقة هذا الشخص خلقت أو أنتجت جوا معينا أو انطباعا أو شعورا في هذا المكان. فهل قمت مرة بزيارة صديق لك في المستشفى وشعرت بأن طاقتك قد استنزفت أو قلت، وشعرت بعدها بالتعب أو أنك منهك القوة؟ فهذه حقيقة وليست مجرد شعور أو إحساس. فطاقة المريض بصفة عامة تكون طاقة منخفضة، وبالتالي فإنها سوف تسحب أو تأخذ من طاقتك بشكل غير متعمد لرفع طاقتها. وإذا واجهت مثل هذا الموقف، فعليك أن تتخيل في لحظة تأمل ضوءا أبيضا ساطعا يأتيك ويدخل داخل جسمك لينتشر في كل أنحائه، ومن ثم يشكل محيطا حولك، وهذا بحد ذاته سوف يرفع من طاقتك ويمنع الآخرين من أخذها أو امتصاصها. وإذا كنت تشعر بتعب أو إرهاق لفترة ما، اذهب لشاطئ أو لجبل أو لغابة أو لحديقة أو أي متنزه، فقضاء بعض الوقت في مثل هذه الأماكن يبعث فيك الحيوية ويوازن من طاقة جسمك. فهذه الأماكن ممتازة جدا لشحن جسمك بالطاقة الربانية، خصوصا إذا كنت تريد أن تركز على شيء أو تفكر بأمور معينة، وهذا لوجود الأيونات السالبة المفيدة لنا نحن الإنسان. وعلى بركة الله سأعطيكم طريقة مجربة وبسيطة لضبط توازن الطاقة في جسمك، فتابعوا معي بتركيز. فباطن اليد اليمنى يحتوي على طيار الطاقة الموجبة، طاقة اليانغ المذكرة كما يسميها العلم الصيني، ويحرك الطاقة المقوية. وباطن اليد اليسرى يحتوي على تيار الطاقة السالبة،
طاقة الين المؤنثة، أي المهدئة والمسكنة والمطهرة والمنظفة. وبذلك نرى أنه يجب أن تدلك باطن اليدين، يعني أن تفرك يديك بعضهما البعض لتحصل على تعادل في التيارين السالب والموجب، وحسب التعبير الصيني الين واليانغ. وبهذا تتم عملية معادلة الطاقة في الجسم، فظهر اليد اليمنى يحتوي على الطاقة السالبة بعكس باطن اليد اليمنى، وظهر اليد اليسرى يحتوي على الطاقة الموجبة بعكس باطن اليد اليسرى. فالجهة الخلفية من الرأس تحتوي على التيار السالب، فإذا وضعنا باطن اليد اليمنى، أركز باطن اليد اليمنى على الجزء الأسفل من الرأس، ووضعنا باطن اليد اليسرى على الجزء الأمامي من الرأس جهة الجبهة، نحرك هكذا الطاقة الطبيعية في الرأس، وهذا يعمل على معادلة الطاقة في الجسم كله، ويستعمل دائما في البولاريتي، وهذا يفيد جدا في حالات الصداع وعدم التوازن والإرهاق والتوتر والعصبية. وإذا عكسنا هذا الوضع، أي وضعنا باطن اليد اليسرى على الجزء الأسفل الخلفي من الرأس، ووضعنا باطن اليد اليمنى على الجزء الأمامي من الرأس، تنخفض مستوى الطاقة ونشعر بضيق وبانزعاج وبضعف عام. هنا يجب أن نتذكر وأذكركم أننا إذا أردنا إيقاف ألم مكان في مكان ما من الجسم، فيجب أن نستعمل اليد اليسرى، يعني باطن اليد اليسرى، فهي المهدئة والمسكنة، وبها طاقة منظفة وساحبة لأي طاقة زائدة غير مرغوب فيها في الجسم. وصلنا إخواني إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.